كان مبتهج ينتشي بهذا الذي يأتيه من عند الله عز وجل أن الله يحبه، أن الله يحبه. بيجي واحد بيقول له لا تصدق، هذا الحب ليس المراد به المعنى الذي بذهنك، هذا الحب المراد به كذا وكذا وكذا وكذا. والباري عز وجل أكرم من أن يزج هذا الإنسان في خيبة أبدا إطلاقا. أنا عندما أشعر بهذه الخلعة أضن بها ولا أدع أي إنسان يؤولها حتى يحرمني منها بشكل من الأشكال. نعم أجعل من إكرام الله لي دليلا، لكن مو دائما الإكرام هو الحب، مو دائما الرزق هو الحب، مو دائما العطاء هو الحب أبدا. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان؟ إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذن العطاء ممكن ما يكون مشان الحب، واحد الله عم يرزقه أكيد أكيد دائما بمعنى دليل أنه الله بيحبه، الله سبحانه وتعالى عم يحمي من الموبقات، هل هذا يعني حتما دليل على أن الله يحبه؟ لعله يستدرجه. إذن ليس العطاء والإكرام والستر والرزق والحماية دائما الحب، الحب شيء آخر. لكن المؤمن إذا رأى أنه موفق، إذا رأى أنه يعني يستأنس بهذه المجالس، يلذ له أن يقرأ كتاب الله، يلذ له أن يقوم في الأسحار، يستبشر بأن هذا دليل على أن الله يحبه، دليل على أن الله عز وجل يحبه، فيفرح بحب الله له أكثر مما يفرح بصلاته التي يصليها وعبادته التي يعبده. شغلة كبيرة. لأنه نعم، وقد قلت لكم عن تلك المرأة المتعبدة التي كانت تخدم في بيت أحدهم، سمعها صاحب الدار وهي تقول في سجودها في الليل: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني، أن توفقني، إلى آخر ما كانت تدعو به. هذا الرجل سطحي بظهر كان، يعني وجد أن هذا الكلام فيه قلة أدب، فانتظر حتى إذا أتمت صلاتها قال لها: ما تقولين هذا الكلام؟ ما أدراك أن الله يحبك؟ قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فقالت له: يا سيدي، لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، ولولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، ولولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. شايف، هي فرحانة بما تعلمه من حب الله لها أكثر من فرحها بالصلاة التي وفقت لها. وأنت عندما توفق للقيام في وقت كهذا الوقت وتجد نفسك بين يدي الله، ألا تشم رائحة محبة الله لك؟ طيب، يا ترى أنت تفرح بهذا السجود أكثر أم تفرح بشعورك بحبك؟